مرحبا بكم متابعين الأكارم. حجر ومعدن احتار فيه الكثيرون، فصاروا يخلطون بينه وبين الذهب للتشابه الكبير بينهما في اللون والشكل تقريبا، ومن هنا جاءت تسميته بالذهب الكاذب أو ذهب الحمقى. تم اشتقاق اسم له من اليونانية فصار اسمه البارايت، ويعني حجر النار. ولمعرفة المزيد حول هذا الحجر تابع معنا. جيوكيميائيا، يتكون البارايت من كبريتيد الحديد وهو معتم الشكل. نسبة الحديد فيه تصل إلى 46% ونسبة الكبريت وتصل إلى 53%، وكذلك قد يحتوي على خامات أخرى مثل النيكل والكوبالت ونسبة ميكروسكوبية من الذهب والفضة. لونه في الغالب أصفر نحاسي وقد يبدو غامقا، وذلك نتيجة للصدى. ويعتبر البارايت أكثر معادن الكبريتيد شيوعا. يكون الخدش في البارايت أسود مائلا للخضرة أو بني اللون، تتراوح قساوته بين 6 إلى 6.5 على مقياس موس. وقد يحتوي البارايت على نسبة من الزرنيخ، عادة تكون ضئيلة جدا بنسبة تصل إلى 0.37%. يوجد البارايت مرتبطا بالكبريتيدات والأكاسيد الأخرى في عروق الكوارتز والصخور الرسوبية، وأيضا في الصخور المتحولة وأحواض الفحم، وكمعادن بديلة في أماكن الحفريات. عادة ما يشكل البارايت بلورات مكعبة أو متعددة الجوانب. تاريخيا، تم استخدامه من قبل قدماء الفينيقيين في صناعة المرايا، وفي العصور الكلاسيكية تم تصنيع كبريتات النحاس منه. ثم في القرن 15 الميلادي ابتكار طرق جديدة لترسيب محلول حامض الكبريتيك من خاماته. تمتع البارايت بشعبية في القرن 16 و17 الميلادي كمصدر رئيس للاشتعال في الأسلحة النارية المبكرة، حيث وضعت عينة من البارايت على ملف دائري لضرب الشرر اللازم لإطلاق النار. وفي العصر الفكتوري استخدم البارايت في صناعة المجوهرات المصنوعة من قطع صغيرة، وغالبا ما كانت مصنوعة من الفضة. اعتمد عليه بشكل رئيس في صناعة الكبريت. الاستخدامات الصناعية للبارايت، يدخل في كثير من الصناعات بجانب كونه يستخدم كحجر كريم في المصوغات الذهبية. ويمتاز البارايت بخاصية المقاومة السلبية، لذا يستخدم في صناعة بعض الدوائر الإلكترونية. استخدم كمصدر للحديد في البلاد التي تفتقر إلى رواسب أكاسيد الحديد فيها. يستخدم بشكل أساسي في صناعة حامض الكبريت، وأيضا في إنتاج كبريتات الحديد، والتي تستخدم في الصباغة وصناعة الحبر وأغراض كيميائية مختلفة. يبقى البارايت في الاستخدام الصناعي لإنتاج ثاني أكسيد الكبريت، لاستخدامه في تطبيقات مثل صناعة الورق وغيرها. البارايت هو مادة شبه موصلة، إضافة إلى كونه مادة وفيرة وغير سامة، فقد تم اقتراحه في الألواح الشمسية الكهروضوئية منخفضة التكلفة. تم استخدام الكبريتيد الحديد الصناعي مع كبريتيد النحاس لإنشاء الخلايا الضوئية، وتعمل الجهود الحديثة نحو خلايا شمسية ذات أغشية رقيقة ومصنوعة بالكامل من البارايت. الاستخدام التجاري الأحدث هو مادة الكاثود في بطارية الليثيوم غير قابلة لإعادة الشحن. من الدول التي يتواجد فيها البارايت، يوجد في العديد من دول العالم، ففي أوروبا يوجد في أسبانيا والنرويج والسويد وألمانيا واليونان، ويوجد في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأما في الدول العربية فقد تم العثور عليه في مصر منتشرا في كثير من العروق والصخور النارية، وذلك في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، وكذلك في الصحراء الغربية.